بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرح اليوم هام جدا لكل الأعضاء التي تعاني من مشاكل انقطاع التيار الكهربائي المستمر. اليوم مع الانفلتر العبقري ماركة دوكسن صين الصنع، قوة 3000 واط، انفلتر قوي جدا وخامة عالية، يعمل على بطارية 12 فولت. تعالوا نشوف الجهاز والشرح والتركيب والتجربة على أرض الواقع. شرحنا اليوم يا شباب لحل مشاكل انقطاع التيار الكهربائي المستمر. زي ما انتم عارفين ومتابعين القناة ان احنا شرحنا ماركات كتيرة يا شباب وكانت هند الصنع. النهارده معانا انفلتر يمكن كويس جدا وهو شبيه الانفلتر الدلتا باور. الانفلتر الدلتا باور كان سنه الصنع يا شباب وكان كيلو ونص وكان بيشتغل على 2 بطاريه وهي ال 24 فولت. تعالوا نشوف في شرح اليوم وهو انفلتر بقدره 3000 واط بيعمل على بطاريه واحده. والانفلتر ده هيوفر عليك حاجات كتيره وهي شراء البطاريات في الاسعار اللي احنا شايفينها اليومين دول، وايضا ان انت معاك قدره 3000 واط. طبعا بيختلف الصناعه من الصيني للهندي لماركات كتيره، بس في صناعات صيني كويسه، وتعالى دور وشوف في السوق هتلاقي انفلترات جميله جدا وصين الصنع في السوق، وفي انفلترات بتكون راضيه جدا وشعب جدا. زي ما احنا شايفين يا شباب ده الانفلتر من داخل الكرتون. اول حاجه بنشوفها ان بيجي لك اربع كابلات علشان توصلهم من الانفلتر للبطاريه. انت بتستخدم 2 فقط وبيكون معاك 2 تانيين في حاله حضرتك لو عاوز تزود بطاريه، زي ما اتكلمنا في شرح دمج البطاريات على التوالي. فمن خلال الكابلين التانيين دول تقدر تشتغل عادي، مفيش اي مشاكل، وممكن ترجع لفيديو الدمج. تعالوا نشوف الانفلتر ونشوف بقيه المحتويات واحده واحده مع بعض علشان نبقى فاهمين. زي ما احنا شايفين يا شباب قلنا اول حاجه بيجي لك اربع كابلات زي ما انتم شايفين، 2 باللون الاسود و2 باللون الاحمر، طبعا دول اللي بتوصلوا من الانفلتر على البطاريه. تاني حاجه يا شباب موجوده معانا هو الكيس اللي موجود ده يا شباب، بيكون فيه صامولتين، واحده باللون النبيتي والتانية باللون الاسود، وده بتربط الصامولتين دول على الكابلين في الانفلتر، وبيجي لك اربع فيوز زي ما انتم شايفين واربع وردات. تالت حاجه الكابل اللي موجود معانا ده، الكابل ده محمل يا شباب وجميل جدا زي ما انتم شايفين، يعني كابل يعني يستحمل التيار الكهربائي ال 220 او ال 240. وايضا الكابلات اللي موجوده اللي بتركب على البطاريه يا شباب محمله جدا، والانفلتر وزنه تقريبا لوحده يعني في حدود 5 كيلو او 5 كيلو ونص، الكرتونه كامله في حدود 6 كيلو تقريبا، تمام؟ طيب تعالوا نبدا نشوف الانفلتر من الامام وبعد كده نشوف الانفلتر من الخلف. الانفلتر من الامام حاليا يا شباب موجود في الاعلى كده مؤشرين، المؤشر الاول ده بتاع التيار الكهربائي وهي الكهرباء بتكون عندك 220 او اقل، بيظهر لك في المؤشر اللي موجود معانا ده. المؤشر الثاني ده شباب بتاع قدره البطاريه ال 12 فولت او زي ما انتم شايفين الخمسه او ال 20. تاني حاجه موجود معانا مخرجين الاوت بوت، وتبدا تركب فيهم الاجهزه اللي انت هتشغلها على الانفلتر. زي ما انتم شايفين يا شباب اللمبه الاولى دي لمبه الباور بتاعنا، لو حضرتك بدات ان انت تشغل الجهاز على خاصيه اليو بي اس فاللمبه بتاعتك ديت بتبدا ان هي تشتغل معاك مفيش اي مشاكل. اللمبه الثانيه ده شباب وظيفتها لو عندك اي اخطاء في الانفلتر، لو ركبت مثلا جهاز بقدره اعلى من ال 3000 واط على الانفلتر فبتبدا ان هي تدي لك لون احمر وكده انذار، وبيدي لك ايضا صوت او صفر. اخر حاجه موجوده معانا يا شباب وزرار اللي باللون الاحمر وهو مكتوب عليه زي ما انتم شايفين كده اون واوف، وهو مسؤول عن فتح وغلق نظام اليو بي اس في الانفلتر، تمام؟ يعني بتبدا ان انت تفتح الجهاز على وضعيه اليو بي اس او بتقفل الجهاز عادي يشتغل من التيار الحكومي مباشر على الاجهزه. وفي الحاله دي طبعا علشان الانفلتر يشتغل بدون اي مشاكل ببدا اضغط على زرار اليو بي اس ده شباب بفتحه، تمام؟ طيب زي ما انتم شايفين ان في قاعده في الانفلتر من الاسفل كده، يعني موجود اربع فتحات علشان تقدر تركب الانفلتر على الحيطه او على راك، فالانفلتر سهل ومرن جدا في التركيب، او ممكن تحطه في اي مكان لان زي ما انتم شايفين الانفلتر على شكل مستطيل، تمام؟ تعالوا نلف الانفلتر من الخلف يا شباب. زي ما احنا شايفين يا شباب الجهاز من الخلف، الجهاز من الخلف مفيش فيه حاجات كتيره او مفيش فيه يعني اوبشن كتيره. طبعا زي ما انتم شايفين اول حاجه هنا الكابل اللي هتبدا تركبه وهو كابل السالب، وعندنا الكابل الثاني باللون الاحمر وهو كابل الموجب. زي ما انتم شايفين ان هنا موجود عوازل يا شباب علشان الكهرباء اللي طالعه من الانفلتر، لان الانفلتر زي ما قلنا في تنجر داخلي بيشحن البطاريه. عندنا تاني حاجه زي ما انتم شايفين يا شباب وهو هنا مكان تركيب الكابل اللي هيشحن الانفلتر او يشغل الانفلتر بالكهرباء الحكوميه عادي، وفي حاله الانقطاع بيبدا يحول على طول على البطاريه دون ان تشعر بشيء. تالت حاجة مروحتين تبريد الانفلتر وبيشتغلوا في حالة شعور الانفلتر بالحرارة او عند الشعر. هنبدأ نركب الكابلات مع بعض يا شباب. هنبدأ نركب الوردة الاولى زي ما انتم شايفين كده يا شباب،
وبعد كده هنركب الكابل بتاعي زي ما انتم شايفين، وبعد كده نحط ورد هنا يا شباب اهيت. وعندنا هنا هنبدا نربط الصاموله بتاعتي اهو. الموضوع سهل جدا يا شباب ومش صعب. هنبدا نركب الكابل الثاني اللي هو الاحمر اللي هو زي ما انتم شايفين. هناخد ورده في الاول يا شباب، وبعد كده الكابل بتاعنا اهو، وهناخد ورده ثانيه تمام، وهجيب الصاموله بتاعتي اهو وابدا اربطها. الموضوع سهل جدا، واقفل قوي على الصاموله، واقفل على الصاموله الثانيه يا شباب كويس جدا. وهجيب البطاريه بتاعتي وابدا اركب البطاريه بتاعتي السالب والموجب. واتاكد من حاجه مهمه يا شباب، ان انا ما اوصلش التيار الكهربائي في الانفلتر بدون تركيب البطاريه. يعني حضرتك ما ركبش الكابل بتاع الكهرباء ده حاليا الا لما اركب البطاريه الاول، وبعد كده اتاكد من السالب والموجب. اتاكد من السالب ده شباب والموجب، اتاكد من الكابلين دول وانا بركبهم على البطاريه. يعني معكس السالب مكان الموجب او الموجب مكان السالب، لان ده بيعمل مشكله او قفله في الانفلتر. وايضا توصيل التيار الكهربائي مباشر في الكهرباء بدون تقفيل الدايره او تركيب البطاريه، فده ايضا بيعمل مشكله في الانفلتر وبورده الجهاز، وممكن الجهاز يتحرق. في بعض الاوقات عندنا مشاكل كبيره علشان الاعضاء بتعمل العكس في السالب والموجب على البطاريه، او بيشغل الكهرباء بدون تركيب البطاريه. هنجيب البطاريه ونركبها مع بعض يا شباب، ونتاكد من السالب والموجب، ونبدا نجرب بعض المعدات ونبدا نشحن الجهاز مع بعض. حاليا يا شباب انا ركبت البطاريه على الانفلتر زي ما انتم شايفين، وعندي هنا في مؤشر البطاريه 12 فولت. انما المؤشر الاول يا شباب اللي هو بتاع التيار الكهربائي اللي هو 220 وزي ما انتم شايفين و300 فولت، زي ما احنا شايفين يعني بيبدا من الصفر. علشان يشتغل ويعرفنا يا شباب ان الانفلتر داخل له تيار كهربائي، ببدا اضغط على زرار اليو بي اس، بفتحه كده زي ما انتم شايفين المؤشر بيتحرك على ال 220 فولت تمام. ببدا زي ما انتم شايفين اللمبه اللي عندي هنا نورت باللون الاخضر، وعندي هنا اللمبه الثانيه يا شباب بتبدا ان هي تشتغل في حاله توصيل الانفلتر في التيار الكهربائي. اول حاجه يا شباب هنجربها وهي يعني لمبه بسيطه كده، هنبدا نجربها على الانفلتر زي ما انتم شايفين. يعني الموضوع سهل جدا اهيت، ده الحاجه المتاحه يعني الانفلتر زي ما قلنا هيشغل اي. طبعا زي ما انتم شايفين احنا شغالين على البطاريه، البطاريه صغيره يا شباب يعني بتاعت موتوسيكل زي ما انتم شايفين. هنجيب اي حاجه تانية ممكن نجربها على الجهاز، هيشغل لك اي حاجه ما فيش اي مشاكل. ولو شغلنا الجهاز من خلال التيار الكهربائي يا شباب او التيار الحكومي، تبدا اللمبه اللي موجوده معانا رقم 2 ده يا شباب تنور. طبعا هي يعني زي ما انتم شايفين كده هي مش منور حاليا اهي. طبعا زي ما انتم شايفين كده يا شباب هنبدا نركب الجهاز في التيار الكهربائي اهوت. اما نيجي نقفل مثلا اليو بي اس، فاللمبه رقم 2 اهي زي ما انتم شايفين تبدا تنور، فمفيش اي حد يقلق من اللون الاحمر ده يا شباب، ده علشان بيشغل المراوح اللي في الخلف بتاعه الانفلتر زي ما انتم شايفين. عايزين نفتح اليو بي اس عادي مفيش اي مشاكل اهو، بيبدا يدي لك نور احمر اهو في بسيط كده، وبعد كده ايه زي ما انتم شايفين يا شباب اللون بيرجع عادي بالطبيعي بتاعه تمام اللي هو اللون الاخضر. هنجيب اي جهاز ثاني ونشغله معانا، يعني اي حاجه نجربها كده مع بعض. معانا تجربه دلوقتي يا شباب لجهازين زي ما انتم شايفين، ده ماتور حجر جلف، والجهاز الثاني وهو بلور. زي ما احنا شايفين البطاريه اللي راكبه دلوقتي وهي بطاريه توك توك كبيره شويه وشحنه كويسه ومفيش فيها اي مشاكل. وزي ما قلنا الانفلتر ال 3000 واط يا شباب تقدر تركب عليه اكتر من جهاز على القدره بتاعته. قلنا يا شباب في معظم الشرحات وفي معظم الانفلترات الهندي او الصيني او اي انفلتر، القدره اللي مكتوبه على الانفلتر صعب جدا ان انت تاخدها صافي تمام. تعالوا نشوف الوقت حاليا التجربه الاولى على جهاز البلور اللي موجود معايا زي ما انتم شايفين على الانفلتر، زي ما احنا شايفين السلك بتاعه يا شباب. شغال كويس جدا مفيش اي مشاكل معانا يا شباب. معانا التجربه الثانيه يا شباب شغال. طيب الجهازين شغالين كويس جدا يا شباب زي ما انتم شايفين. هنبدا نشغل الجهازين مع بعض يا شباب في وقت واحد ونشوف قدره الانفلتر زي ما انتم شايفين. هنبدا نفتح الجهاز الاول وايضا البلاور مع بعض.
زي ما احنا شايفين يا شباب الجهازين شغالين على الانفلتر كويس بدون اي مشاكل وممكن اكتر من كده. وزي ما قلنا في جميع الشروحات حاول ان انت تخلي الجهاز بتاعك او الانفلتر بتاعك مستريح في الشغل، ما تحملش عليه اكتر من طاقته. يا ريت نكون استفدنا من الشرح والموضوع. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.